جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: هل أعطيك 5000 شاة أو أعلمك 5 كلمات فيهن صلاح دينك ودنياك؟ فقلت: يا رسول الله، 5000 شاة كثيرة، ولكن علمني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع خلقي، وطيب لي كسبي، واقنعني بما رزقتني، ولا تذهب قلبي إلى شيء صرفته عني. هل هذه القصة واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا لم تكن واردة، هل في الدعاء ما يمنع من قراءته؟ جزاكم الله خيرا. هذا لا أعلمه ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي الدعاء به، لأنه لا يدعى إلا بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم.